Hello everyone, this is Dr. Marwa Omar and welcome to the life cycle of malaria. اللايف سايكل بتبدا يا دكاتره بالانفكتيف ستيج which is the sporozoid stages اللي اتفقنا انها عباره عن موتايل elongated sickle shaped organisms بهذا المنظر اجسام مغزليه او منجليه الشكل ليها سنترال نيوكليي موجوده فين موجوده في السليفري جلاند او ذا فيميل انافلز موسكيتو بتدخل جوه جسم الانسان ازاي اثناء البايت او ذا فيميل انافلز بتوصل اول حاجه خالص للبلاد وبعد ساعه واحده بتوصل للليفر تيشو علشان نبتدي البري اريثروسيتك ستيج من اللايف سايكل. جوه الهيباتوسايتس بيبتدي السبوروزويت يتغير شكله وبدل ما كان سيكل شيبد بهذا المنظر يفقد هذا الشكل ويصبح شكله سيركولر with central nucleus وفي هذه الحالة أصبح يسمى باسم التروفوزويت. وزي ما احنا متعودين ان كلمة تروفو معناه سوف يتغذى and feed and enlarge ثم يعقبه على طول مرحلة الديفيجن. يبقى احنا اتكلمنا عن مرحلة الانفيجن للسبوروزويت الى ليفر تيشو. الحاجة التانية هندخل في مرحلة الديفيجن. ايه اللي بيحصل؟ التروفوزويت من اسمه زي ما اتفقنا كلمة تروفو هيبتدي يتغذى على الليفر سيلز ويحصله enlargement and growth ثم يعقبها مرحلة الديفيجن. واتفقنا ان الديفيجن جوه جسم الانسان it's asexual division which is called schizogeny. ايه اللي بيحصل في هذا الاسكيزوجيني؟ بدل ما كانت سنجل نيوكليس بهذا المنظر يا دكاتره هيحصل لها ديفيجن وتتحول الى مالتيبل نيوكلياي وكل نيوكليس تاخد بيس من السيتوبلازم حواليها. يبقى بدل ما كان عندي سنجل سيل اصبح عندي الاف من السيلز. كل سيل منها يا دكاتره اسمها ذا ميروزويت. كلمه ميرو باللاتين معناها بارت او بارتيشن يعني جزء او جزيء. تمام؟ يبقى الميروزويتس هي عبارة عن نتيجة الانقسام بتاع التروفوزويت. نوع الانقسام asexual which is called schizogeny. هذه الميروزويتس موجودة جوه خلية كبيرة اسمها ايه؟ اسمها سكيزونت. باي ذا واي دكاترة الميروزويتس في حالات الليفر تشو بتوصل الى الالاف في العدد. يعني ممكن توصل من 10,000 لحد 30,000 ميروزويت مع الفالسبرم مثلا. اما في حالات الريد سيلز زي ما نشوف بعد شويه العدد بيبقى ليميتد بتوصل ماكسيمم ل 32 ميروزويت فقط. يبقى احنا خلصنا الانفيجن ثم الديفيجن ثم بعد كده الاسكيزونت ده مش هيقدر يستوعب هذه الاعداد المهوله من الميروزويت فالنتيجه الحتميه له انه يحصل رابتشر. الرابتشر اوف الاسكيزونت هيؤدي الى ليبريشن لهذه الميروزويت. يبقى الميروزويت زي ما اتفقنا هي عبارة عن البارتيشنز هي الأجسام الأوفويد موتايل شيبد تمام which is liberated after the rupture of schizont. يبقى السؤال ما هو مصير الميروزويت اللي طلع من الليفر تيشو؟ زي ما احنا شايفين يا دكاتره قدامها حاجة من الاتنين، يا إما تروح تعمل مور انفيجن اند ري انفيجن لليفر تيشو وده اللي بيحصل اكتر مع الفايفاكس والاوفالي، يا اما تروح على طول تبدا الاريثروسيتك سايكل وتروح عامله انفيجن للريد سيلز وده اللي بيحصل اكتر مع الفالسابرم والمالارياي. نبتدي دلوقتي في تاني ستيج او تاني مرحله وهي مرحله البلاد ستيج او الاريثروسيتك ستيج. بتبتدي ازاي يا دكاتره؟ بتبتدي ان الميروزويتس اللي جايه من الليفر تيشو هتروح تعمل انفيجن للريد بلاد سيلز عشان تكون لنا الفورم الشهيره اللي بنسميها الرينج ستيج. اللي هي عباره عن ايه؟ الميروزويت اللي دخل جوه الريد سيل بدل ما كان له سنترال نيوكليس وكان اوفويدال في الشيب النيوكليس بتاعته تيجي عند البريفري وتاخد لوب من السيتوبلازم حواليها مكونه ما يسمى بالرينج ستيج او الحلقه. يبتدي بعد كده الرينج ستيج تتحول لتروفوزويت علشان البارازايت يبتدي يتغذى على مين؟ على الهيموجلوبين اللي موجود جوه الريد بلاد سيلز بتاعتنا. هيحصل ايه؟ بيحصل عمليه دايجستشن او بروتيولايسز للهيموجلوبين جوه الدايجستيف فاكيول بتاع البارازايت نفسه عشان ياخد حاجتين. اولا ياخد الجلوبين كامينو اسيد للنيوتريشن والبروتين سينثيسز ويفضل الهيم. الهيم يا دكاتره لو اتساب كفري فورم بيحصل له اوكسيديشن ويتحول لتوكسيك فيريك ستيج ودي بتبقى هايلي توكسيك للبارازايت نفسه. علشان كده البارازايت بيروح يعمل دايمرايزيشن للهيم عشان يحوله الانرت سبستانس اسمها الهيموزوين.
نتيجة لهذه التحولات كلها يا دكاترة بيفضل عندنا حاجة اسمها الملاريا البيجمنت. الملاريا البيجمنت في النهاية بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن هيماتين، ملاريا البروتين، جلوبين اند فيري بروتوبورفرين، كل ده ما يسمى به الملاريا البيجمنت. ودي حاجة موجودة فقط في الريد ستيج، الريد بلاد سيل ستيج اقصد، وما كانتش موجودة في الليفر ستيج. يبقى هنا في هذه المرحلة بعد الانقسام هنشوف حاجتين، هنشوف ميروزويتس ومعاها ملاريا البيجمنت اللي تكون نتيجة لإيه؟ اللي تكون نتيجة البروتيولايسز اللي تعمل من البارازايت على الهيموجلوبين بتاعنا إحنا، عشان ياخد الجلوبين كأمينو أسيد لنيوتريشن ويسيب بعد كده الهيم عشان يدخل في عملية تكوين الملاريا البيجمنت. وزي ما احنا متعودين ان التروفوزويد بعد ما يبتدي يتغذى ويحصل جروث وانلارجمنت يبتدي على طول في مرحله الديفيجن. المره دي في حاجتين يا دكاتره، اولا لازم نعرف ان هنا في عندنا حاجه جديده الا وهي الملاريا البيجمنت، وده ما شفناهوش جوه الليفر ستيج. الحاجه الثانيه الملاريا البيجمنت ده لازم نبقى عارفين ان هو does not enter in the formation of the merozoites. الحاجة التانية ان عدد النيروزويتس الموجودة في حالات الاريثروسيتك ستيج او جوه الريد بلاد سيلز بيكون الى حد كبير limited number. يعني اذا كنا شفنا الاف النيروزويتس في الليفر، هنا هنشوف عدد محدد فقط من النيروزويتس بيتراوح من 8 ل 16، وفي حالات الفالسبروم بالكتير قوي بيبقوا 32 نيروزويتس بير سينجل ريد بلاد سيل سكيزونت. يبقى هيبتدي التروفوزويت ينقسم بعملية asexual division اسمها سكيزوجيني. كل نيوكليس من النيوكليس بتاعته هتبقى divide لmultiple parts، وكل part ياخد بيس من السيتوبلازم حواليها عشان يكون لنا ما يسمى بـ red cells neurozoids. والخلية التي تحوي هذه الميروزويت اتفقنا انها اسمها سكيزونت. وزي ما احنا متعودين في تتابع الاحداث يا دكاتر ان بعد ما بيحصل invasion و division يعقبها على طول النتيجة الحتمية وهي the rupture of the infected red blood cells او ان يحصل لها hemolysis. الhemolysis of the red blood cell بيسبب عند البيشنت يا دكاترة كلينيكال بيظهر عليه الملاريا الاتاك او الملاريا الباروكسيزم. نتيجة لايه؟ نتيجة للibration of the malarial pigment waste products and toxins inside the blood. وكمان بيحصل ليبريشن للميروزويتس من الريد بلاد سيل. الميروزويتس اللي طالعه من الريد بلاد سيل زي دكاتره قدام طريق واحد فقط، وهي انها تروح تعمل ري انفيجن لمور ريد بلاد سيلز، ما بتروحش تعمل انفيجن لليفر تيشو على عكس الميروزويتس اللي كانت طالعه من الليفر. علشان كده الملاريا which is transmitted by blood transfusion يا ترى هيبقى فيها بري اريثروسيتك ستيج او ليفر ستيج؟ لا، يبقى الليفر ستيج او البري اريثروسيتك ستيج دي ما بتحصلش غير لما يكون روت اوف انفكشن عن طريق ذا سبوروزويد انديوسد انفكشن عن طريق ذا بايت اوف ذا فيميل انافلز موسكيتو فقط. من اهم الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها يا دكاتره ان في بعض الميروزويتس داخل الريد بلاد سيلز بيبقى ليها سيناريو مختلف وبيبقى ليها فيت مختلف تماما. نقدر نقول ازاي في بعض الميروزويتس جوه الريد بلاد سيلز بتبقى كوميتد للجاميتوسايتوجينيسيس مكونه الميل والفيميل جاميتوسايت. وزي ما احنا عارفين ان الفيميل بتبقى لارجر ان سايز عشان كده اسمها دي ماكرو جاميتوسايت، والميل بتبقى سمولر ان سايز وعلشان كده اسمها دي مايكرو جاميتوسايت. هذه الستيجز actually remain inside the blood until taken in the blood meal of the female anopheles mosquito. يعني هيفضلوا جوه البلود without any further division, without even union, without multiplication, فقط لحد ما يصبحوا وجبة للفيميل anopheles mosquito. By the way, دكاترة, until now we do not know the exact master regulator for such behavior. يعني احنا ما نعرفش ليه بعض الميروزويتس عملت كده وبقى ليها هذا الفيت المختلف، ولكن نقدر نقول ان سبحان الله العظيم ان في نوع من كأني في gender specific commitment للجاميتوسيتوجينيسيس، وكأن هذه الميروزويتس مكتوب عليها وهي في البداية خالص في مرحلة الاسيكشوال ريبليكيشن انها تتحول الى ميل وفيميل جاميتوسيتوجينيسيس. طيب سؤال دلوقتي هو ليه ما حصلش فيوجن ما بين الميل والفيميل جاميتوسايت داخل الهيومن هوست وكونوا الزايجوت؟ يعني ليه يفضل الانسان هو بس انترميديت هوست فور ملاريا انفكشن؟
بصوا يا دكاترة، عشان يحصل هذا الفيوجن جوه جسم الإنسان لابد أن تتوافر مجموعة من العوامل اللي أصلا مش ممكن تحصل. يعني لازم يحصل drop of temperature, increase in pH, increase in calcium concentration, availability of some intermediates زي حاجة اسمها xanthouric acid. كل هذه الفاكتورز ربنا سبحانه وتعالى عاملها فقط في الجات of the female anopheles mosquito. علشان كده يظل الإنسان هو فقط intermediate host for malaria يحصل فيه بس الاي سيكشوال ديفيجن. طيب يا ترى ايه اللي بيحصل جوه الموسكيتو يا دكاتره؟ يبقى احنا خلصنا اللايف سايكل انسايد ذا هيومن هوست از انترميديت هوست فور ذا انفكشن. دلوقتي جه الوقت ان احنا نتكلم فيه على اللايف سايكل داخل الديفرنت هوست اوف ذا انفكشن. اللي بيحصل يا دكاتره كالاتي: الفيميل انافلز موسكيتو بتاخد البلاد ميل بتاعتها، كل البلاد ستيجز بيحصل لها ديجستشن في الجات اوف ذا موسكيتو اكسبت فور ذا جاميتوسايت ستيجز. بتاخد الماكرو والمايكرو جاميتوسايت اللي بيحصل لهم بعد كده ريدكشن ديفيجن، ويتحول من ماكرو جاميتوسايت الى ماكرو جاميت، ومن مايكرو جاميتوسايت الى المايكرو جاميت. اللي بيحصل كالاتي: النيوكليوس بتاعه المايكرو جاميتوسايت بتبقى ديفايد لحوالي 6 ل 8 بيسز، وات ذا سيم تايم بيبقى فيه 6 ل 8 فيلامنتس ثراست اوت اوف ذا سيتوبلازم. يعني في فيلامنتس اللي احنا شايفينها دلوقتي دي بتطلع بره من السيتوبلازم، والفيلامنت دي هي اللي اسمها المايكروجاميت اللي بتروح تعمل فيرتلايزيشن للميكروجاميت عن طريق البنتريشن، وبتتم عمليه السكشوال فيرتلايزيشن علشان نهايتها يبقى تكوين الزيجوت. وهي دي عمليه السكشوال ريبرودكشن اللي اتكلمنا عليها واللي بتحصل فقط جوه الفيميل انافلز موسكيتو. داخل الميد جات اوف ذا موسكيتو يا دكاتره هيبتدي الزايجوت يتحول الى ستراكشر اسمه اوكاينيت، اتس موتايل ورم لايك ستراكشر، اللي هيبتدي يعمل انفيجن علشان يروح ما بين الابيثيليال لاينينج وذا ميد جات والبيزمنت ميمبرين، عشان يتحول لسفيريكال ماس اسمها الاووسيست او الكيس الجرثومي. الاووسيست ده مليان بالخلايا الجرثوميه اللي هتدينا بعد كده سبوروزويتس. هيبتدي يحصل له جروث ان سايز ويصبح فال اوف the sickle shaped motile sporozoites لحد ما يصبح هذا الاوسيستم يحتوي على الالاف من هذه السبوروزويتس، ثم يعقبها عمليه رابتشر علشان السبوروزويتس بعد كده تروح للسليفر جلاند اوف ذا فيميل انافلز موسكيتو وتبدا اللايف سايكل مره اخرى عن طريق البايت اوف هيومن هوست عشان تبتدي اللايف سايكل اوف ملاريا مره ثانيه. ولازم نبقى عارفين يا دكاتره ان هذه السبوروزويتس في حالات البلازموديوم فالسيبرم زي ما اتفقنا malignant to the most dangerous type with the most prolific، اكبر عدد من السبوروزويتس الموجوده بتبقى موجوده مع الفالسيبرم اللي بتوصل لحوالي 20,000 سبوروزويت بير اووسيست. Hello everyone, this is Dr. Maro Omar and welcome to the life cycle of malaria.